السلام عليكم، معاكم محمود عثمان من فون فور يو. ميزة LG بتقدمها في أجهزتها من زمان وهي النوك كود، ودي عبارة عن سكيورتي للوك سكرين على جهازك زي الباترن والباسورد والكلام ده. في الفيديو ده إن شاء الله أقول لكم إزاي تشغلوها على أي جهاز أندرويد من أول كيت كات لحد مارشميلو. هتبقى محتاج عشان تشغلها إنك تكون عامل روت لجهازك ومنزل إكسبوزد فريمورك. وبما إن طريقة تشغيل إكسبوزد بتختلف من نسخة أندرويد للتانية، فمش هخش في شرح الموضوع ده في الفيديو. وحب انبه انك قبل ما تعمل اي حاجة انك تمشي على الخطوات دي بالظبط عشان ما يحصلش حاجة لجهازك لا قدر الله، عشان الصفحة مش مسؤولة عن اي مشكلة تحصل نتيجة غلطة او اي حاجة. اول حاجة هنخش على السيتنجز وتلغي اي سكيورتي انت حاططها للوك سكرين. بعدين هنخش على Exposed Installer، نخش على Download، بعدين نعمل Search على Nookode. لو انت شغال على نسخة Android Marshmallow أو Lollipop هتنزل النسخة دي اللي هي عليها حرف LP و MM. لو انت شغال على KitKat هتنزل النسخة اللي فوق دي. تخش تسحب اليمين كده، دوس Install. بعد ما البرنامج يتسطب هنخش على Modules، بعدين نعمل لها Enable. بعد ما نعمل Enable هنعمل Restart للجهاز. لما الجهاز يفتح هنخش على Settings وتحط أي Pattern، ويفضل انك تخلي Pattern دي بسيطة عشان لو نسيت النكود في أي وقت هتلغيه وترجع تحط Pattern اللي انت عملته. بعدين هنفتح البرنامج. البرنامج اللي على الشمال ده بتاع الكيكات ده ملناش دعوه بيه دلوقتي، نشتغل على البرنامج بتاع مارشميلو. هتعمل انيبل البرنامج من هنا وتخش تدوس على سيت نوت كود. هتحدد عدد المربعات او الخانات اللي انت عايز تشتغل بيها من هنا. انا هخليها زي ما هي 2x2. تحط النوت كود اللي انت عايزه. وبعدين تديله البرميشن بتاع الروت ان هو يشتغل. بعد ما بتعمل كده هو بيعمل ريستارت للوك سكرين لوحده عشان يشغل النوك كود. زي ما شفتوا هي شغالة عادي جدا مفيهاش اي مشاكل. في البرنامج ان انت ممكن تتحكم في الخطوط لو انت مش عايز تظهر الخطوط اللي بره دي او عدد الضغطات اللي بتضغطها او الكلام ده. حاجه كمان فيها في ميزه اسمها فيل سيف. الميزه دي عباره عن ان انت لو دوست 5 دوسات طويله على الباترن من بره او قصدي على النوت كود من بره ان هو هيلغي النوت كود اللي انت حاطه ويحولك على الباترن اللي انت كنت حاططها قبل كده، ويفضل تسيبها شغالة ما تلغيهاش عشان لو نسيته. الميزة دي مش موجودة في البرنامج بتاع كيت كات. البرنامج بتاع كيت كات بسيط جدا، هو بس ان انت بتتحكم لو الخطوط دي عايزها تظهر او لا، والنوت كود اللي انت حاطه وتغيره وكده، مش اكتر من كده. بس كده هي دي الطريقة، طريقة بسيطة جدا. ولو في اي اسئلة اسألونا في الكومنتات على الصفحة. السلام عليكم.